بسم الله الرحمن الرحيم من قناة النيل الرياضة نحييكم كابتن مدحت شلبي ومحدثكم علي محمد علي ولقاء الفرصة الأخيرة لقاء مصر والجزائر والمقام باستاد القاهرة الدولي ضمن المجموعة الأفريقية الثالثة المؤهلة لكأس العالم 2002 بكوريا واليابان. البداية قوية ونتمنى كده إن شاء الله نخطف هدف مبكر علشان منتخب الجزائر بيلعب على الكثافة الدفاعية وعلى الهجمة المرتدة، مش عايزين نوصلهم لهدفهم. وادي محمد بركات العرضية حلوة ودخل منطقة الجزاء وعلى طول يطلع بلال الجزيري أمامنا لعيب خبرة بلال الجزيري. عبد الستار صبري، حازم إمام يلمس حازم، تدخل قوي هنا من حازم واستلام حلو قوي حطها أحلى وادي عبد الستار، ولكن على طول لامين بوغرارة على طول يمسك، لامين بوغرارة حارس مرمى شيوخ القبائل وعلى طول يمسك معمر مأموني. يعني هو النهارده طبعا الكابتن الجوهري لعب باحمد حسن في الطرف اليمين، ودي حاجه جديده بالنسبه لاحمد حسن من فتره يمكن ما لعبهاش، وشاف الكابتن الجوهري ان امكانيات احمد حسن البدنيه والفنيه تؤهله لهذا المركز، وعمل جبهه قويه جدا من احمد حسن ومحمد بركات، مع مرور الوقت ان شاء الله هياخدوا الثقه ويلعبوا بشكل جميل. وادي على طول هنا بركات وجوه الجول، محمد بركات يحرز هدف التقدم المصري، الموهبه الفذة ونجم الدراويش يتقدم لمنتخبنا في الدقيقه السادسه. حلوه، اتلعبت ضربه ركنيه قصيره على طول محمد بركات، لسه الكابتن مدحت بيقول جابها اليمنى، وادي محمد بركات على طول يتقدم وسط الحقيقه فرحه جماهير مصر واللي حقهم يفرحوا، الجماهير الوفيه حقها تفرح. وادي العاده مره ثانيه محمد بركات، وادي بوش رجله قنبله لامين بوغرارة على طول يجيبها فين؟ هاتها من الشبكه يا لامين جوه الجول. حلوه قوي يا كابتن علي الحقيقه، واقدر اقول محمد بركات الكابتن الجوهري موفق جدا النهارده انه يشرك محمد بركات، لان الموهبه والمهاره، شوف خلي بالك جوه دخل ازاي وحطها في الدقيقه، مفيش احلى من كده. الموهبه والمهاره ليها دور كبير، وحاسب امام وبركات لعيبه كبار قوي مع كل منتخب مصر، ان شاء الله المهاره هتثبت قوتها النهارده، وان شاء الله هيكون لهم بصمه كبيره جدا في اللقاء ده لو ربنا اكرمنا، هتبقى حاجه كبيره قوي 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 لمنتخبنا. وضربه ركنيه هيلعبها علي بن عربيه رقم 9 من ناحيه اليمين، اول ضربه ركنيه للمنتخب الجزائري. خلي بالنا بقى في الكرات العاليه، وادي اتلعبت قصيره وكره خطر قوي جمال بالماضي، ولكن على طول تغطيه دفاعيه وداخل منطقه الجزاء وخطره وهدف التعادل، هدف التعادل عبد الحميد تصفوت. يعني الحقيقه اتلعبت ضربه ركنيه قصيره، نخلي بالنا من علي بن عربيه جمال بالماضي، ولكن تصفوت هو كان صاحب هدف التعادل في الدقيقه 12. هدف التعادل الحقيقه، لكن برضه ما نتاثرش وجماهيرنا لازم تواصل. ادي الضربه الركنيه القصيره يا كابتن مدحت، واستلم الراجل داخل منطقه الجزاء ولف براحته قوي، لازم اطلع هنا يا احمد حسن. طبعا ما فيش شك احمد حسن في الكره اللي فاتت دي اتاخر جدا جدا، الحاجات دي ما تستناش هنا يا احمد ابدا. ادي الكره اتلعبت وعدى الراجل وانت حطيت رجلك مع الكره، خلاص طلع من هنا يا احمد، ما فيش لام. ويمكن انا قلت يا كابتن علي لازم نمسك الكره شويه ولازم نموت اللعب شويه وما يبقاش فيه ثقه زياده في الثلث الهجومي، الراجل استلم وعايز يعدي وانت حطيت جسمك يا احمد يا حسن واخدتها، لازم الف جسمي في الملعب واحط صاروخ اطلع في اي حته، لكن ما امسكش الكره في المكان ده. معلش ما فيش مشكله، ان شاء الله في هدف ثاني لمصر باذن الله. احمد حسام يفوت حلو، احمد حسام لاحمد حسن، لكن بلال الجزيري عامل واجب الدفاعي في الجبهه اليسرى، واحمد حسن استخلصها حلوه قوي. ده محمد بركات وعدى بركات ولف كره حلوه وعبد الستار صبري، عبد الستار صبري ايزيبيو الكره المصريه، ايزيبيو الكره المصريه، ومحمد بركات عرضيه ايه، وعبد الستار يتزحلق وهو واقع الحقيقه بمهاره عاليه قوي يحطها في مرمى لامين بوغراره، ويتقدم منتخبنا الوطني في الدقيقه 16 2-1. ايزيبيو الكره المصريه، عبد الستار صبري. ادي الضغطه النموذجيه من محمد بركات والعرضيه جميله جدا، عبد الستار اتزحلق هنا حضراتكم وخدها من الوضع طائرا، الحقيقه جميله. كابتن مدحت هدف رائع والفضل فيه لمحمد بركات. الحقيقه عبد بركات عامل ماتش كبير قوي قوي، لكن شوف عبد الستار وهو قاعد على الارض، حلوه ما يقدرش يعمل لها حاجه نور الدين درويش. الحقيقه احنا الماتش زي ما احنا شايفينه مفتوح جدا، انا نفسي ان احنا نلعب على الارض من رجل لرجل زي كده ونوصل من الاطراف، هنشتغل شغل كبير قوي. حازم امام والموهبه حازم، وتغير اتجاهها في المدافع الجزائري، وهنشوف حكم اللقاء مدي ايه، مدي ضربه ركنيه على طول. الاستلام المره دي من عبد الستار صبري، عبد الستار وراح بالبي عمر اهو في الجبهه اليمنى، واصبح معمر مأموني ومهدي منيري كقلب دفاع، وعرقله
من المدافع نصر الدين درويش. وحكم اللقاء بيقول ان عبد الستار صبري يعني بيدعي، ادي مره ثانيه الاعاده، شوف حضراتكم عبد الستار توغل داخل منطقه الجزاء، وادي نور الدين درويش، والعرقله واضحه يا كيم لي شونج، حرام عليك يا راجل. جمال بالماضي هيلعب الضربه ركنيه ويلعبها على طول، وكره عاليه وخطره، خطره جدا، خطره جدا. هنا كان مكمل اللاعب رقم 6 مهدي منيري، وتصطدم باللاعب تصفاوت، وتبقى الكره ضربه ركنيه. ادى ضربه ركنيه والدقيقه 36، لقاء اشقاء، اتمنى كده يكون روح رياضيه السائده في هذا اللقاء، وايضا المستوى الفني العالي. علي بن عربيه والرقابه فين داخل منطقه الجزاء؟ نخلي بالنا. علي بن عربيه وحائط بشري، هيلعب علي بن عربيه العرضيه وخطره، ونادر السيد، وفي دفعه والمزدوجه الخلفيه، والتعادل، التعادل. علي مصبيح، علي مصبيح يتعادل في الدقيقه 36، يعني لسه بنقول الرقابه والكرات الثابته وخروج من نادر السيد وزحمه وكثافه، وعلي مصابيح مزدوج الخلفيه. هنشوف حضراتكم مكمل هنا مهدي منيري رقم 6 وعلي مصابيح مزدوج الخلفيه، وكان معاه محمد عماره، والتعادل في الدقيقه 36. طبعا طبعا خروج خاطئ من نادر السيد، مادام طلعت يا نادر في الحته دي، شوف الكره معموله فين وجوه منطقه الست ياردات، مادام طلعت هنا لازم اطلع، لازم اطلع، ما اطلعش وارجع على الفاضي ابدا ابدا ابدا، مع عدم وجود الرقابه الفرديه الكفايه داخل منطقه الجزاء لسه بنتكلم فيها. طبعا اسفرت عن هدف، مش عايزين برضو يقلل من معنوياتنا. وهنشوف الكره الثابته لمنتخبنا الوطني، عبد الستار صبري وحائط بشري من 5 لاعبين، وعبد الستار يسيبها عبد الستار، واتلعبت لهاني رمزي، وجوه الجول، وجوه الجول، عبد الظاهر السقا. مباراة دراماتيكية، جيم مفتوح، وعبد الظاهر في الدقيقة 38، الكرة دي اتعملت في مباراة ناميبيا، والنهارده بقى جت هدف يحرز عبد الظاهر السقا، هدف لمنتخبنا. ادي احمد حسن وبعيد عن الحائط البشري، وعبد الظاهر قنبلة، قنبلة جوه الجول، عبد الظاهر السقا 3-2. مباراة مفتوحة وما زالت المباراة مفتوحة في الملعب، وقلنا هذا الكلام، ولو الكابتن الجوهري ما نبهش على منتخبنا بالرقابة الفردية السليمة، ونادر السيد صحصح شوية جوه منطقة جزاء ويطلع زي الأسد يطلع الحاجات المعلقة دي، المباراة فيها كلام. أدي الكرة العالية وداخل منطقة الجزاء ويطلع على طول، الكرات العالية مشكلة الخط ظهر النهاردة، وأدي تصويبة من بلال الجزيري وضربة ركنية. جمال بالماضي لاعب أولمبيك مارسيليا الفرنسي من ناحية اليمين، ويلعب كرة خطر داخل منطقة الجزاء، ومهدي منيري، والحمد لله المرة دي بقى محمد عمارة من على خط المرمى، مشكلة الكرات العرضية على طول، محمد بركات. كيم لي تشونج يعني بتعلن نهاية الشوط الأول، وفرحة مصرية 3-2. نفس التشكيلة المصرية في أرض الملعب، نادر السيد في حراسة المرمى، أحمد حسن، عبد الظاهر السقا، رضا سيكا، محمد عمارة في خط الظهر، وسط الملعب هاني رمزي، محمد بركات، طارق السعيد، وفي الهجوم عبد الستار صبري وحازم امام واحمد حسام. وسط الملعب علي بن عربيه، بلال الجزيري، جمال بالماضي، نصر الدين كاوش، وفي الهجوم تصفاوت وعلي مصابيح، والهجمه مصريه، واحمد حسام والعرضيه، ولكن على طول بلهاني يمسك على طول، وبدايه قويه لمنتخبنا. لو اشترك كراس حربه جنب احمد حسام، جنب احمد حسام هيبقى له شكل تاني، بس هيبقى فيه تعديل في وسط الملعب معين، لكن نتمنى طبعا ان اللي موجود في الملعب باذن الله يوفق وينهي المباراه بالثلاث نقط باذن الله. وادي على طول عرضيه حلوه من عبد الستار صبري، ولكن على طول مضغوط المره دي على النجم حازم امام، وادي كره بتضيع من منتخبنا الوطني. ادي بالباي عمر، وادي جمال بالماضي اللي بيتحرك في الشمال وفي اليمين، لبالباي عمر مره ثانيه، ونصر الدين كراوش يغير الملعب ناحيه الشمال ومتحرك له على طول، اهو استلم معمر مأموني وتصويبه ولكن بعيد. يعني الحقيقه برضه نادر السيد في الكرة الثانية كان متأخر شوية في الخروج من مرمى. هاني رمزي، وهاني رمزي لطارق السعيد، وطارق السعيد ويفكر يشوط، طارق، وشوطة حلوة حلوة حلوة، أيوة كده طارق. الضغط بالهجوم هو أحسن وسيلة للدفاع، عادي الضغط المصري، وعلى طول طارق السعيد، وشوطة فين؟ تلمس يا دوبك كده العارضة، وعلى طول تبقى ضربة مرمى. جمال بالماضي وحائط بشري من 6 لاعبين على بعد حوالي 23 ياردة متوسطنة، كرة خطر قوي، وربنا يستر، ويلعبها في الزاوية اليمنى، والحمد لله بجوار القائم.
وادي على طول استلام محمد عماره، ومحمد عماره هيحطها على طول لطارق السعيد، وداس عليها طارق حلو قوي ويلعبها احلى، واستلام من وليد لطارق، ويا وليد بلاش الالعاب الجماليه دي دلوقتي، وفرصه الحقيقه بتضيع بين منتخبنا، ضغط من منتخبنا على ستار صبري، وادي اللمسه على طول حلوه لوليد عبد اللطيف المتحرك، وليد لكن مستني المساعده وجاله من ناحيه اليمين، حازم امام حلو قوي ورؤيه حلوه من وليد، وادي حازم وترقيصه ورجله الشمال ولكن كويس، ادي هنا الترقيصه والفكره حلوه يا حازم ولكن فين؟ وليد عبد اللطيف 10 دقائق 50 نهايه المباراه، وادي العرضيه وضغط هنا حلوه، ضغط هنا اهو وطارق سعيد على اللاعب معمر مأموني وتطلع الكوره خارج الملعب. بالباي مقطوع من بالباي، محمد عماره، محمد عماره مفيش حد داخل منطقه الجزاء، اضطر يمشي بيها عماره، يلعبها حلوه وليد ورقص حلوه وليد، وواحده والثانيه ووليد وتطلع. وتطول وليد هنا وهيدي انذار لوليد. انذار لوليد يعني معانا الكابتن عصام صيام بتاعت عبد الستار صبري اقوى مني، ادي هو وليد اهو عدى وتصليحه، وادي وليد اهو فعلا هو اللي راح على رجل الراجل ويستحق بالفعل. والصراع قائم في 5 مجموعات على 5 بطاقات للترشح لكوريا واليابان، ان شاء الله يكون منتخبنا. وادي هنا وليد عبد اللطيف وحطها حلوه، ويلا يا طارق يلا يا طارق، وريفالدو الكره المصريه يحسم الامور، وبالفعل الجزائر هي بوابه مصر الى كاس العالم. طارق السعيد يرد على كل من هاجمه في الملعب في هذه المباراه، والهدف الرابع طارق السعيد، حلوه حلوه حلوه، وليد عبد اللطيف تمريره ايه؟ حطها له هديه، وريفالدو الكره المصريه يحسم الامور، ادي امامنا ادي الملحمه الجميله، وليد عبد اللطيف وجرى طارق السعيد، وطارق السعيد بمهاره حلوه حلوه حلوه، واربعه اتنين، حلوه حلوه حلوه، النقاط الثلاثه مصريه، النقاط الثلاثه مصريه، وادي حضرتك اللمسه الجميله بتاعت فريق صلاح، حلوه قوي قوي على رجل الشمال، يا طارق يا سعيد الجزائر من الدول الكبرى في كرة القدم، وفوز كبير جدا 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 4-2، وسحب معاه واحد، وعلى طول على طول طارق السعيد بمهارة حلوة حلوة حلوة، لأن هات طارق السعيد يشوف الثاني إيه؟ ريفالدو بالفعل، شوف إسلام الشاطر، وادي السرعة المطلوبة على الأطراف، دي السرعة المطلوبة على الأطراف، طول ما أنت على الكيل لازم تحط لعيب سريع وسبرنتر، هتقدر تنقل الهجمة في ثانية. السلو موشن او التصوير البطيء ما ينفعش. نادر السيد، نادر نادر السيد، ويطلق حكم اللقاء كيم لي شونغ صافرة نهاية المباراة، وفوز المصري ساحق على منتخب الجزائر بخمسة أهداف مقابل هدفين، أحرز المصري محمد بركات، عبد الستار صبري، عبد الظاهر السقا، وطارق السعيد هدفين، وأحرز الجزائر بالفاول وعلي مصابيح. ألف مبروك لمنتخبنا الوطني، ويرتفع رصيدنا إلى 6 نقاط وصدارة المجموعة مع السنغال والمغرب. سعدت بحضراتكم وكان معكم مهندس علي محمد.